ري والثقة لازم 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 ضروري، هذا سباق حماسي والفن هو الأساسي، والكل أهلي وناسي والكل ذكر وناسي. هولي لي كاريزما، هولي هولي كاريزما كاريزما. في غيابي وحضوري بصيد جميع جمهوري، بالقيم فني وحبوري والثقة لازم 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 ضروري، هذا سباق حماسي. مساكم الله بالخير وبالنور وبالعافية، ما زلنا متواصلين في برنامج كاريزما، فقرة استفزني يقدمها أخوكم عبدالله الراجح. اليوم ومثل كل يوم نحاورهم، ندخل داخلهم، نسألهم، نستفزهم، نحاول أن نعرف ما بداخلهم. دائما هنالك أشخاص لا تستطيع أن تعرفهم إلا حينما تستفزهم، هنالك أشخاص لا ينبان معدنهم إلا في العضب، هنالك أشخاص يستطيعون أن يحفون الحقيقة لكن في العضب يتحولون لأشخاص ثانية. حاولنا وتعبنا واجتهدنا كي نعرف معظم شخصيات المتسابقين، إن أصبنا فمن الله سبحانه وتعالى، وإن أخطأنا فمنا ومن طقم الإعداد. اليوم معنا 5 متسابقين برنامج كاريزما، هم أخوي طبعا جهزوا أسماءهم: فيصل عتيبي، سلطان البويك، ويان أبو حفرة، عبد الله القحطاني، حمد المري. هؤلاء منتظرين أسئلتكم في الهاشتاج، اللي حاب يوجه لهم أسئلة وحاب يعرف منهم يوجه لهم الأسئلة الموجودة في الهاشتاج، واللي حاب يسألني أنا في اسمي موجود مخرجنا أبابا يشوف اسمي هنا موجود سناب يقدر يسألني عنه، أو تويتر أو انستغرام تحت أمركم. في بعض الأسئلة الفقرة متى تبدأ يسألون دائما فقرة متى هي كانت تبدأ الساعة 12 بس أحيانا تتأخر الفقرة، السبب فيها مثلا زي الساعة الذهبية وزي بعض الفقرات تتأخر شوي يعني، والمفروض هي تبتدي الساعة 12. أعدكم إن شاء الله وبإذن الله أننا سنحاول الإدارة قبل بداية البرنامج، وحبت وعد من أخوي ناصر الغامدي أننا سوف نحاوره ونسأل عن البرنامج ونسأله عن نقط ضعف البرنامج ونقط قوة البرنامج، وجميع استفساراتكم جهزوها وأسئلتكم جهزوها والناس اللي تحبونهم جهزوها. اليوم أول واحد معنا فيصل عتيبي، نرحب بأخونا فيصل عتيبي، تفضل أخو فيصل. السلام عليكم، مساك الله بخير. فيصل عتيبي العمر 28 سنة، جامعي، برمجة حاسب آلي، 3 أخوان وواحدة أخت، شاعر وروائي ويحب القصص. فيصل عندنا دائما في بداية الفقرة من المتسابقين إخواننا المتسابقين في دريجة يعرف عن نفسه، الدريجة هذه يعرف فيها عن نفسه
يحكي جميع ما بيداحظه، ايش شارك كاريزما، ايش بيحقق كاريزما، وش يحب وش يكره، اشياء عناها، ليش دحض، توقعاته هل سوف يفوز في برنامج او لا. جميع ما ودك تطرحه في دقيقه كامله. جاهز الدقيقه يا مخرجنا عزيز؟ جاهزين، تفضل معك الهواء. بسم الله. اول شيء مسي على الشاشه مشاهدين من خلف الشاشات. اثنين، انا قدمت نفسي اكثر من 3 أو 4 مرات، ما ابغى اعيدها عشان المشاهد ما يمل. انا قدمت على برنامج كاريزما لاني ناوي التحدي باذن الله اني اشيل الرايه. وهذا والعلوم عفاكم، هذا اللي عندي. انا قدمت نفسي اكثر من 3 مرات، فالجمهور عارفني الحمد لله. طيب فيصل، يعني انت واحد سوى معك مقابله مرتين فاف او بع، عندك مشكله انك تقول شيء هذا؟ لا. طيب نفس الشيء، هذه مقابلات دائما في مقابلات. اليوم مثلا انا سمعت مقابله للشاعر مثلا عبد الحليم مساعد، عرف عن نفسه. فاني مره عبد الحليم مساعد معروف والمعروف لا يعرف. انا احنا جاوبك. قامه اعلاميه كبيره استفيد منه شعريا واعلاميا. انا اليوم قدمت نفسي مرتين، اذا تبغون الثالثه والثالثه ثابته ابشروا. بس عاد انا فيصل العتيبي، عمري 28، شاعر، متحدث، راوي، مطلع على التاريخ، مبرمج حاسبالي، فل كامل. سلامتك فيصل. انت يعني من البدايه حتنشف فينا، يعني كل ما جينا نحاورك تبي شيء وما تبي شيء، وتبي تجاوب وتحتار سؤال وما تحتار سؤال. فيصل احنا جالسين هنا نبي نحاورك. انت تبغى جواب معين؟ لا، عطني اياه من تحت الهواء وانا اقوله عادي. شو من تحت الهواء؟ ما ادري، انت في جواب في راسك علمني وش انا اقول على طول. انا اعطيتك الجواب اللي عندي. يعني هو تحت الطاوله بطبع لك وبقول لك حبه، وبعدين يعني انت فل كامل، يعني فتحه وبدون فتحه. ما هي بسالفه كذا فيصل. موضوع ان نحاورك عشان نعرف من فيصل الشاعر. صح؟ صحيح. لما احاورك انا كل واحد له فقره، ان نحاول نبين للجمهور فقره، هذه فقره تحاول تبين للجمهور من فيصل. انا احاول اني اطلع افتداحك، تساعدني نقدر نطلع حوار جميل، ما تساعدني ها خلنا نشوف اللي بعدك. خلاص عيوني لك، تكلم تفضل. فيصل انت شاعر صح؟ صحيح. متى تكتب الشعر حبيبي؟ من يوم عمري 15 سنه. ما شاء الله. صحيح. طيب وش يحبك تكون شاعر؟ يعني وش حمسك؟ انا من بيت شعر، ابوي شاعر وجدي شاعر وخالي شاعر. فليس مستغرب علينا الشعر. هل تأثرت يعني من الشعراء معين؟ عفوا؟ هل تأثرت بشعراء ناس؟ يعني شعراء كبار؟ اكيد. اول شيء ابوي الشاعر ماجد بن نايف الشيباني. نعم. مسي عليه من خلف الشاشه. نعم. هذا كان اكبر مؤثر لي. في شعراء قدماء انا اطلع عليهم احب قصيدهم، فيهم اللي توفى فيهم اللي ما زال حي، رشيد الزلامي، سعد بن جدلان الاكلبي. لو بعد اسماء ممكن انسى قامات شعريه كبيره قصور مني نسيتهم. ايوه. طيب فيصل قبل ما نبدا بحوار سمعنا قصيده عشان نقدر نحكم على شعرك. يقول: يلي عشانك مجمل الشعر وقف، وضاع الوزن واحتار في مدحك القاف، ودعتك الله عن عيونه ملقف، لا يحسدونك بالملامح والوصاف. فيصل انت الشعر اللي تحبه هل هو شعر غزل، شعر مدح، شعر ان شاء الله اني ببدع فيها كلها، لكن انا قلبي خضر. اقول: حزة صباح اليوم. بس بعد اذنك منيب رجال يسمعنا قصيد، ركز معنا يا حبيبي. تفضل. يقول: حزة صباح اليوم كان الصبح غير، شفت القمر يوم يتغير محله، مع نسمة غيوم المطر والعصافير طل القمر مع مطلع الصبح طله، واحترت في وقتي عقب طول تفكير، هو علم ولا حلم خلن بخله، مدري صباح الخير
ما أدري مساء الخير، بس أكيد أنك ترى الخير كله يا سيدة كل بنات الغنادير، بالذكر حصنتك ودعتك الله. يعني فيصل ما شاء الله شعور جميل يعني عشان ما لك شكرا أضمك. ليش فيصل جيت برنامج زي كاريزما، ليش ما دخلت برنامج شعر ومثلا في برامج فيها شعرية، ليش ما رحت برامج اللي تخصصك واللي تبدع فيه؟ برامج الشعر تبين فيصل الشاعر فقط، برامج الواقعية تجنب تبين فيصل من جميع الجوانب. فأنا الحمد لله واثق من عمري، عندي محتوى قدمه، فليش أخفيه؟ هذا سبب تقدمي الأول. السبب الثاني مليون. فيصل كل من جانا يقول أبي الجائزة، وبعضهم يقول أبي الشهرة، وبعضهم يقول أنا ما عندي مقومات أني أكون الأول، بس أني أنا أبي أكون موجود في برنامج والناس تعرفني وأصير مشهور في عالم السوشيال ميديا. عطني فيصل، شخصية فيصل أنه يستطيع أن يكون الأول، إيش الميزات اللي حيقدمها فيصل في البرنامج؟ في بيت شعري يمثلني، لولا المشقة لساد الناس كلهم، الجود يفقر والإقدام قد تالوا. فأنا مقدم وما عندي مشكلة، لوفني ما وراي دوني إن شاء الله فالأول، وما حصلت على الأول يكفيني شرف المحاولة. بس فيصل حاف أنك وأنت مقدم تطيح، طيحتك شينا، الطيحة اللي ما تذبحك تقويك، كنا تموتك، موتتك في سبيل السعد جعل فداء. يا فيصل بحاب أنت والله العظيم، يعني أنت جاي متحمس الحمد لله، وأنا أنصحك تروح تشوف برامج شعرية ثانية، ها، وتجلس عند هذاك تسمع قصيد، تسمع شعر، وأنا في أعرف أصدقائي معظمهم شعراء، نجتمع أنا وياك معهم. بيني وبينك فيصل نصيحة، ما عندك كاريزما إنك تصير في برنامج كاريزما، ما عندك كاريزما أنت. ما في مشكلة، نصيحة طيبة من وجه طيب، أنت أعطيتني رأيك، والرأي لا يبديه إلا واحد من المتابعين ومن الجماهير، فأنت الآن صرت من ضمن جمهوري، جمهوري من خلف الشاشات في مواقع التواصل الاجتماعي كذلك لهم رأي، سواء فيصل موجود عندك كاريزما أو غير موجود عندك كاريزما، أنت واحد من جمهوري، أنا أحترم رأيك جدا جدا وشكرا لك. أجل من جمهورك أحلام يقظة. طيب اسمعني من جمهورك، في بعض أصدقائك سألناهم عنك قالوا أن فيصل ما يحب أحد ينتقده في شعره، هل أنت منزه؟ لا ما في أحد منزه. طيب إيش ما تحب أحد ينتقدك في شعره؟ لأني أنا قبل أكتب القصيدة أخذ بالأيام أعدل عليها وأتأكد أنها تستاهل تطلع للجمهور. طيب يهمني رضا الجمهور، ونعم في الجمهور ونعم فيك، بس من يقيم أنها قصيدة جميلة أو ما كان المتلقي؟ أنا. يعني أنت المتلقي ما يهمك؟ لا أنا يهمني رضا الجمهور، لكن أعرف وش اللي يحوز على رضا الجمهور. هو متلقي، هو جمهور ويحبك، المتلقي الجمهور. إيه؟ فأنا ما أقدم شيء إلا أعرف إنه إن شاء الله. طيب أنا أقول لك مثلاً، حنبقت. حنبقت؟ إيه. الإنسان والإنسان مهم معصوم من الخطأ. طيب إيش أنت تزعل أجل؟ إيش ما أزعل؟ لا. يقولون تستفز. العقل طويق والصدر دهنا. الناس يقولون كذا وناس أخوياك يقولون كذا وأنت تقول كذا. تتبع وكالة يقولون. لا هم أصدقائك. طيب أنا بقول لك حاجة. عندك خبر عن المثل اللي يقول الشعراء يقولون ما لا يفعلون؟ اي اكيد. هذا اكثر شيء يمثلني انا، القصيد اللي اكتبه ما يمثلني انا، لكن يمثل معاناة شخص اخر. فيصل بيني وبينك انت واحد مغرور. واحد ايش؟ شايف نفسك. لا ماني مغرور، انا شايف نفسي لكن واثق من نفسي. خليني اكمل لك،
وممكن تتصادم مع متسابقين حيل. ممكن الناس يقولون اراهم، واحد يسولف قصيده يقوم يستهبل، واحد تقول له شيء وبتستفز، بتصير مشاكل في البرنامج وانت راعي مشاكل بشكلك. صدقني ما حد يقدر يستفزني. شو ما حد يستفزك؟ فقره تستفزني هذه ما راح تقدر تستفزني. انا بارد. لكن تدري بارد؟ اي صحيح. طيب اشرب مويه عشان. هلا حياك الله، شكرا. اسمعني، فيها اللي يقول اتقي شر حليم اذا غضب، هذه مكتوبه فيني. لا شيء، انا بارد جدا. لكن اتقي شر حليم اذا غضب. غضبت يعني بمسكوك الباب، بدون توكل على الله. يعني شايف نفسك عنتره؟ لا. ها؟ عنتره من بني عبس وانا من هوازن. نكت الحين؟ تنكت صح؟ لا انا اتكلم صدق. لا صدق تنكت؟ لا والله اتكلم صدق. لا يعني اضحك الحين؟ ما يحتاج تضحك طال عمرك. ما يحتاج صح؟ شكرا. ماشي. ابتسامتك هذه تكفي. الله العظيم جايني بعد عمري. عادي تحصل اصدقائك عشان تشجيع كوره؟ أصدقائي لا والله ما صدقت فهد. ليش؟ قسما. شوف أنا أحب النصر. شوف أنا بصرح قدام الجمهور أقول ما صدق. شوف أنا حلفت بالله أنه ما صدق. شوف أنا نصراوي ولين تقريبا عمر 23 أو 24 سنة كنت نصراوي متعصب جدا. يعني من أربع سنوات وجاي من قريب يعني توك حاك الباب. من أربع سنوات وجاي نصر فيه. يوم وقفت بطولات؟ يوم وقفنا بطولات. شوف أنا مشجع بطولة. أيه؟ تعرف مشجع بطولة؟ إذا جاب النصر بطولة نصر. الحين فاف 20 سنة وانت دمك يلعب ها، وفجأة الحين يوم وقفت بطولات انسحبت ورجعت ورا شوي ورا. يعني بينقبونا أنك أنت ما تجي مباراة لحد يحكي. أنا الحين أشجع أندية أوروبا. نصر ما عاد يجيب بطولات خلاص. شجع بايرن ميونخ، ريال مدريد. نسيت العالمي. العالمي العالمي من كان له ماضي لابد ان يعود. هذا ماجد ضيعكم. علقنا علق ابوي في النصر وابوي علقنا في النصر وانا ما لحقت على ماجد الله يذكره بالخير. ما لحقت عليه؟ لا والله. احضر هدف كاس الملك عام 90 قبل اجيب 8 سنوات. يعني بتبدل؟ لا لا ما راح ابدل. تشجع هلال؟ لا. حسيت اني جرحتك يا شيخ. شوف صدقني جرحك وصل. وصل. بس ما راح اترك النصر عشان الهلال. طيب ولا عشان اي فريق ثاني. عشان نتاكد انك نصراوي صميم، سمعنا شيء في النصر. والله ما يحضرني شيء كتبته في النصر. يوه. اتوقع في تغريده في تويتر. اي. كتبتها لكن ما تحضرني. ابكوا منها. افتح لك وشي شو اسمه؟ والله ما ادري. يا جمهورنا فيصل ينحاش ما يبي يذكر مدحه في النصر، بس عشان اعلمكم ما احب النميمه واحب نقل كلام. رجال زعلان من النصر ويقول ما عاد يجيب بطولات وذبحني وجاب لي الهم، عشان كذا اتجهت اشجع اوروبا صح؟ لا هذا كلام غير صحيح. لكن انا حنت وقايله. انا ما قلت لك كذا. اتحاص اتجهت اشجع. جاب لي الهم ذبحني. جاب لي الهم هذه انا ما قلتها. انت قلتها يعني؟ ما قلتها بس وصلت المعنى بها. لا لا هذا المعنى اللي يوصل لك انت. انا طب وصل بي انا. يوصل لك انت. اي. انا اقول الكلمه الطيب يفهمها على طيب، واللي يبغى يفسرها على كلمه ثانيه يفسرها على معنى ثاني. يعني وين معنى؟ المعنى لا تصداد في المال العكر. يعني احنا انا السبب صح؟ طيب يحب يسأل فيصل ما أنا موجود الحين على الهواء. في أحد يقول أبياته الشعرية جميلة. شكرا لك. أكيد جامل الكعب عادية. واحد ناشر إنه أبوه أكبر مؤثر به في القصيد. بس ما في أسئلة. فيصل الحين اللي بيعرف فيصل وين يفتش عليه؟ في تويتر او يفتش عليه في سناب او كيف يعرف معلومات عن فيصل؟
يعني انت بين وبينك يوم جينا نفتش عنك نبحث عن معلوماتك وجيناك انسان حتى في وجودك في برنامج يعني يومين هذي هادي يعني شا جاي تقول كنت محطينك عناف هادية. طيب اللي بيدور عن الجانب الشعري من فيصل راح يلقى في تويتر، الجانب اليومي من فيصل وواقعية فيصل راح يلقى في السناب، هذا أول. اثنين، فيصل بطبع شخصية هادية مريحة راي مزح. اي نعم الحمد لله مريحة، انا اشوف نفسي اني شخصية مريحة اكيد. نعم نلعب عليك قدامك كذا، انا بنفسي انا ما يحتاج احد يلعب علي، انا عندي ثقة من نفسي تخليني اقيم نفسي. يا حد دائما تقيم نفسك وتمدح في نفسك، وانا في نفسي وانا رضي وأنا الله عن نفسي. يا الله على نفسك هذه، ما ادري يعني انت ما ادري من يلعب عليك وقابلك تعال برنامج وان نفسك بتصير المركز الاول واني انا بسوي واني انا شاعر عظيم، تاك والله عادي قسما بالله. الحمد لله الحمد لله على كل حال، انا عندي شيء اقدمه. وش تقدم؟ ارضى الجمهور اهلا وسهلا. ما ارضى الجمهور، ما صوتك للجمهور، ما صوت للجمهور اي يعني معنى خير خير وبركه، خير وبركه يعني بتتزحلق. البرامج واجد عندك بعد الاهداف مزيد. الاهداف كثيرة، ما هي بس برامج واقع، برامج شعرية كذلك. الحياة ما هي فقط إعلام، احنا نسجها في الدروبة الوسيعة، والله يكتب اللي فيها الخير والرزق. يعني لو ما صوتك للجمهور ما تزعل صح؟ صحيح. يعني معناه أنه ما يهمك. لا يهمني. يعني همك تتعب تسوي انت، انا اقدم اللي علي. وش بتقدم؟ سمعني الشيء بتقدمه الحين في برنامج بيجي 90 يوم. ايوه اسالك بها بتتحمل؟ اي الحمد لله. الحين نفسك في خشمك انت؟ لا نفسي ما في خشمي، الله يبارك فيك طول عمرك. والله ذاك انت معني جاي معبس وما ادري ايش فيك كذا وشايل هم، ما ادري ميتك احد عندك حزن؟ الله يرحم من مات يطول في عمره حي. اللهم امين. بس انت صدق يعني عندك حزن؟ حبيت حزين. وتعبت. اي والله. ها اي والله. طيب يا حبيبي ارجع يا حجس في البر، خلتني لحالي وحط لك شبه نار. ها واسمع الشيرات، وممكن يمر عليك جني ولا شيء ياخذك معه. لو يمر علي جني والله لا يوقف اسولف معه. سلفت معك انت وقفت على الجني؟ انا بني بشر، الله حافظنا بشر. بس انت تحب الجن شكلك. اخواننا الجن. اخوان كنت مو اخواننا. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. اي هذا الله يحرقهم انت. سبحانه. سبحانه. بعد كفرني بعد زي اخويك امس. حبيبي فيصل. تفضل. بسألك السؤال النهائي. تفضل. بان نتصالح مع بعض، باني اقول اشوفك بعد 100 سنة. إن الله أعطانا طولة عمر. آمين. ليش الجمهور لو يبي يدعمك إيش بيحصل موجود عند فيصل يستحق الدعم؟ الشعر الجزل، الكلام الطيب، القبول الزين إن شاء الله، والرياليتي والواقعية. هذا كلها فيك. الحمد لله. يا شباب بكره ذكروني اجيب نظارات معي عشان اشوف زين، صدق ما عاد اشوف انا، انا صدق يعني انا عيوني فيها تشويش. فيصل قبل ما تسوي نبيك تسمعنا قصيده عشان نشوف الجمهور هل يقول يزحلقك او يصوتك. جاهز منيب؟ جاهز يلا. يقولك منيب جاهز، يقول مفتاح صندوق الصدور المغاليق، باب القبول الزين والابتسامه، مثل التمر لا جاء على فكه الريق، صحه وسنه للنبي واستقامه، واللي يكشر في وجيه المخاليق تلقى اسمهم ذيل بخط وعلامه، اللي نجوها الناس
من دافع الضيق يدس راسه مثل راس النعامة. جعل فدى الطيب زبون المطاليق اللي جل لازم يطش العمامة. عقال لا جات اللوازم مطافيق وستر الهنوف اللي تحط اللثامة. والفعل موقف والطيب موقف والطيب موقف أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والطيب موقف والجمال توافيك والفعل يفرق هامتن فوق هامة إلى آخرها. فيصل فيصل منك توفيق. سمعت فيصل، حاولنا سألنا استفزيناه. إن عجبكم فيصل صوته، وما عجبتكم نعطيه الصابونة زحلقوا. يعطيك العافية حبيبي، شكرا لك. طيب وجهك. الحين بيجينا ناصب الحلبي، الله يعيننا عند ناصب الحلبي. وش عنده الحين؟ لكم السلام. حتى فقرتي تجيني. هلا وسهلا. ايش تبي مني يا ابو طلال؟ ابو طلال ابغاك تعترف قدام الجمهور، هل انت كارهني؟ هل انت حاقد علي؟ قال حاقد. قلت يا جاهل هذي. الله. اول شيء انا ما احقد على اخوي الصغير، الله يطول. ولا شوف انا احقد على الناس كلها. هذا ناصر يوصل، انت كنت بيني وبينك حاطنا سحب. تيجي نجي لين عندك ونوقف يا حبيبي. والله العظيم والله اني والله اني ابادر كلمه، مع اني انا بقول للجمهور انا زعلان منه. شوف الناس تعرف تبشر برضه. والله من في جاي بعزمك في الكافي حقي وما عزم وما عزم. ابشرك قفلت. لا والله قفلناه يا ابو طلال. والله جاء تقابلت وياه عند محامي. ها جاي بيرفع دعوه على المقاول حقه، حب منه دفعه فلوس وعده بتاريخ يسدده ويحرص في ضحتك. ها ما توقعتها صح؟ فضيحتنا في جلاجل. لكن درس، اللهم لك الحمد. بس المقاول لعب عليك؟ والله المقاول لعب علي. ناصر لعب علي والله. واحمد بك طيار. لكن ابشرك بيننا عقود وخذت حقي، اللهم لك الحمد. صدق والله؟ ما في شيء والله يضيع في هالديره. والله ما حط حقك؟ اي والله اخذت حقي. انا والله في ناس لعبوا علي ونصبوا علي وحبوا حقي واكلوني اكل، ما اقول حسبي الله ونعم الوكيل. هذا والله من طيبك يا ابو طلال. لكن عاد اسمح لي، كم باقي من الوقت الحين؟ 11. باقي 11 دقيقة. طبعا الموازين في الساعة الذهبية انقلبت والتصويت اختلف فعليا والله. يعني انا جالس اراجع قبل شوي انا والشباب بمعدل تقريبا كل دقيقتين ثلاث دقائق تغير المراكز. فانا بعلن عن ست مراكز عشان تبدا مع المسابقة الثانية، وبعدين عاد بنهاية ال 11 دقيقة راح اعلن في ختام. يعني بتبتدي من تحت، يبقى ثلاثة اوليات احريات بتخبيهم؟ لا بعلنهم كلهم الستة الان. الستة الاحريات إيه اللي اول شيء لان ابغى تتغير. اي السادس صار فيصل بن علي الحازم. حنكتبه عشان نعرف. طيب السادس فيصل الحازم. فيصل الحازم من هو؟ الحازم. ايوه اوكي. الخامس صار فايز بن مانع الشهراني. فايز اوكي. الرابع تركي السبيعي، والصوت في الساعه الذهبيه محسوب يا جماعه الخير بصوتين. بصوتين حلو. الثالث محمد بن هادي الرزقي. الثاني كان متصدر الأول، ومع الأسف أنه نزل للمركز الثاني اللي هو سيف آل سالم. سيف بعد. أما الأول تصدر ما شاء الله تبارك الرحمن الأول. ناصر بن ظافر آل بريك صار الأول، معناها تقريبا ناصر أنه ضمن دخوله، كسب 2000 في رصيده إلى الآن ما شاء الله. الثاني في رصيده 1500، الثالث في رصيده 1000 ما شاء الله. بعد ان شاء الله 10 دقائق ابدخل فنعلن طيب منهم اللي قفلوا بالساعه الذهبيه. تتوقع ان اصوات هذه تتغير الفتره الجايه؟ انا جالس اشوفها بالدقائق والله ابو طلال تتغير بالدقائق. بالدقائق هذا دليل على وشو؟ قوة المنافسة. المنافسه قويه. 60 متسابق اللي بيدخل 25 فقط، معناها الباقيين بيقولوا لهم في امان الله والسلامه. انا من التحاليل احس فيها ان فيه واحد من المتسابقين هذا حيكون نجحفه. هذا الجحفة اللي بيجحف المتسابقين كلهم. دائما شوف لا تأمن نظام التصويت، لأن يعني كان عندنا في ناس في التصويت في البرامج هذه
بحكيها من صدق، كان يجون ما يصوتون لين يجي آخر يوم، بس نشبه الساعة الذهبية هذه قتلتهم طبعاً. الساعة الذهبية لأن الصوت بصوتين فتح بريك ناصر آل بريك ترى كان مركزه أتوقع 27-28 الآن في الإعلان اللي صار الحين الأول يعني الساعة الأول الساعة فرقت معي بين الصوت بصوتين الصوت بصوتين طبعاً. هذا هو اللي يعكس يعني برامجنا السابقة ما كان عندنا ساعة ذهبية، كان عندنا الصوت صوت صح بالضبط فهمت؟ يعني صوت 10 حيكون 10، صوت 7 حيكون 7، صوت 1000 حيكون 1000. عشان كذا هذه رسالة للمتسابقين والجمهورهم، الساعة الذهبية ممكن تصنع الفرق، الصوت فيها وبصوتين، والصوت الواحد ترى ممكن يدخل متسابق ويطلع متسابق ورا منافسة، فمان الله، يعني ثلاث شهور ما نشوفه على الشاشة. استاذنك يا ابو طلال فقرتك ممتعة حبيبي منبسطين ومستمتعين، 10 دقائق ان شاء الله وراجعين. فمان الله الله يحفظك يا غالي. سلطان بريك الحين اللي حاب يسأله يقدر يسبع عبر هاشتاج وما زلنا ننتبه سلطان بريك. صيد جميع جمهوري بالقيم فني وحضوري والثقه لازم 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 ضروري، هذا سباق حماسي والفن هو الاساسي والكل اهلي وناسي والكل ذكر وناسي. قولي لي فني وحضوري والثقه لازم 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 ضروري، هذا سباق حماسي والفن هو الاساسي والكل اهلي وناسي والكل ذكر وناسي. هولي لي كاريزما هولي هولي كاريزما كاريزما. حياكم الله، رجعنا وما زلنا متواصلين في برنامج كاريزما فقرة تستفزني. الحين مع أحد نجوم برنامج كاريزما سلطان البريك، اللي حاب يرسل له ويسأله أي سؤال يمديه الحين يسأله عبر هاشتاج نوماس كاريزما 8، نوماس كاريزما 8 موجود على الشاشة فوق، يكتب ويدحب ويسأل ويحط رأيه، يعني حتى لو ما مداه انه يسأله سؤال ما قرينا سؤاله ترى سلطان والشباب والزملاء نعيد ونكرر تراهم يتابعون والله يفصفصون تويتر ما ينامونه، يقرون كل رسالة لهم كل شيء، لا تتوقعون انهم يتجاهلون شيء، بينهم توهم شباب جدد ويهمهم ردة فعل، يبون يشوفون هل هم بدعوا ولا ما بدعوا، هل هم كانوا كويسين ولا ما كانوا كويسين، ما تحمونهم من توجيهاتكم ترى مهمة، ومن دعمهم من رفع معنوياتهم أو من توجيههم ترى كل الأشياء هذه، يعني هم شباب وجدد ويحتاجون التوجيه. سلطان بريك حياك الله. مرحبا ومسهلا حياك يا الله. يا هلا وسهلا. الله يبقيك ويطول عمرك. أول شيء المعذرة على الشكل وعلى ترى مو باين شيء والله. انت شفت؟ لا لا توني جاي طويل العمر من سبحان صالح العشاء. ما يبان على الشاشه ترى. لاخوي انا؟ اي انا والله يبين وجهك. وجهك طويل العمر. مع ان ودنا انك تعشيت انت معنا. والله. لكن اللي نقوله بشرب العوض. واصل يا بعد. وجعل ربي يطول عمرك. سلطان بعمره 30 سنه جامعي تخصص اصول دين. عنده ثمانية أخوان فثنتين أخوات، دخل برنامج يقول عشان الشهرة والدراهم. الله أكبر الله أكبر. سلطان معك دقيقة تشرح فيها من هو سلطان وليش جاب برنامج وش بيقدم وش عنده من مواهب
وكيف قدم وإيش إحنا الدقيقة هذه كيف هذه حتصير موجودة في جميع وسائل التواصل والجمهور حيقصها ويحطها لك. تفضل. معكم أخوكم سلطان بن ثقل الدوسري. ونعم. العمر 30 سنة. جيت يا طويل العمر مشارك ونحب ننافس واللهم لك الحمد جعلنا وياكم إن شاء الله من المقبولين عند الله وعند خلقه وجعلنا وياكم إن شاء الله من اللي يكسبون العلم الطيب. ثاني شيء يا طويل العمر الموهبة الإنشاد أنت شفت ويبشرون بكل علم طيب يبشرون إن شاء الله يا طويل العمر بالصوت الزين ويبشرون إن شاء الله يا طويل العمر بالوقفة اللي تجمل ويبشرون إن شاء الله يا طويل العمر باللي يسرهم. سلامة روحك. كم مضى من دقيقة يا محزنة؟ باقي 10 ثواني يعني يلا كويس ما نبي نقول شيء نبي نقول كويس. ناصر يقول ما شاء الله أنت متصدر التصويت. بيك متصدر التصويت جعل عمرك طويل يعني شهادتنا ترفع الراس ويعنى وياكم إن شاء الله من المتصدرين دائما. أبسألك سؤال. أسلم. هل تتوقع أنك أنت تكون الأول في برنامج؟ كان الله كاتبه صرت الأول وكان من الله كتبه ما حتى تأهلت مع اللي بيدخلون. ونعم بالله أنا أقول تتوقع. توقع إيه؟ إن دخلت أنا مع 30 اللي بيدخلون إيه؟ بإذن الله إن شاء الله هني متصدر. من وين جاب الثقة بي؟ وثقتي في نفسي كل رجال يطول عمره درب عمره. أحيانا واحد يحس نفسه أسد ها بيطلع أحد شيء زواف. جاجة زوافة مالك لوا يعني أنا واثق إني طويل العمر اللهم لك الحمد. في واحد زافة طويلة فهمت اسمع وكبيرة ما علينا من الزرافة يا رجال إن شاء الله اللي هو لكن اللي واثق من عمره يا طويل العمر ما يحتاج يا طويل العمر غدا زرافته ولا غدا سد يا بحاب انت لكن الثقة يا طويل العمر موجودة أنت وكلنا يا طويل العمر يثق في نفسه ويثق في قدراته. أنا ما قلت زرافة أنا أقول الثقة أحيانا تحس أنك أنت أسد وتصير زرافة يعني جبتك طويلة واصل. أنا يا طويل العمر أسد وأسد وأبشر بالسعد يا سلطان مرة كافية سلطان يا لبي يا بعد عم يا لبي والله تعال توسع 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 بعدين ينشق فوقك ها ومن تفضل شف شف اسمع هما كانت أنا داري أنك بتوصل لك أنت بيت نزفرني بس أعلمك والله العظيم إني تنزفرني ولا ما تنزفرني والله ما تنزفر ما تزن وشي وشي عدها أنا داريك ضحكت أنت يلا يا تسمع وشي طيب يا أخوي نزفرة تنزفرني أكيد مرة كافية خاطري وسع مدها أنا. أنت تعرف قاعدة نيوتن الأولى وش هي؟ وش نيوتن؟ حق الرياضيات؟ ما تعرف قاعدته؟ نيوتن هو رأى التفاحة. وش قاعدته الأولى يقول؟ ها؟ طيب. يقول إن معرفة الذات هي الحكمة الحقيقية. معرفة الذات هي الحكمة الحقيقية. هل سلطان يعرف ذاته كويس؟ يعرف ذاته كويس؟ يعني يعرف نفسه؟ اي والله اعرف نفسي زين. طيب تحس انك انت الشخصية اللي يستحق الجمهور أن يصوت لها؟ نعم. ما فيك أي شيء ما عندك شيء؟ نعم إلا عندي. مش عندك؟ عندي الصوت اللي يجمل وعندي العلم الطيب. إيش إيش؟ عندي الصوت اللي يجمل والعلم الطيب. العلم الطيب في بيتكم؟ لا بعد هنا. ما يبحث إلا هنا. والله بياكلونك. العلم الطيب يبشرون به. والله بياكلونك الشباب. قل له إلا الله. ما أقول لك إني أنا أطيبهم، فيه من هو أطيب مني، وفيه من هو خير مني، وفيه من هو أجزل مني. بياكلونك أكل. إن كلوني طويل العمر كل منهم كملا للثاني. شفت الموية هذي؟ ها. شفتها؟ إي شفتها. شفتها زين؟ شفتها. يشربون كذا. لا يشربون طويل العمر فجأة ما يشربني إلا طيب رأس. وهو طيب رأس وأطيب مني.
فلا هو جاي نطيب مني إلا واحد ذربه وسنافي مرة كافية. هم نشوف إيش في تويتر كيف يشربونك الرجال أنت علمني إيش بيتصل له يعني يعني إنهم إني أطيب منهم فيه من هو أطيب مني أطيب لكن مني. ذاتي أنا واثق من ذاتي أنا طيب أنا أقول فيه أطيب منك يعني أنا أشوف نفسي إني طيب رأس لكن إني أشوف إن فيه من هو أطيب مني وفيه من هو خير مني. طب أنا إيش قلت نفسي إيه؟ صح أنا أقول بيصوتون بيحبونك بصرهم خذها بالتصويت يأخذونها بالتصويت فالله يوفقنا وياهم إن الله رزقني محبة الجمهور وقبول عند الله إن شاء الله وعند خلقه. إيه؟ أنا تصدرت بحال. هي محبة جمهور أنا أخوك هي سواليف بحال هي سواليف في الفيل تحظى منك أنت ناس جمهور بيحبك يا ربي يا كريم وش عندك ما أنت ميزة أنا, عندك. أنا أقول يا ربي يا كريم إن الله يرزقني إن شاء الله محبتهم يا بحال ما عندك أي ميزة يا بحال أنت أنا منك ها حب شنطك الحين فهمت ها وتوكع الله ها وين أروح حبيتكم ليه أروح لبيتي تبيني اروح البيت ولا اشوف ذا الوجه كل يوم حبش يا اخي بفقدك يا اخو يا اخي ابد والله بفقدك ادزك صوص او بعفافه لا ما بصوره ابي اشوفك على الطبيعه خلاص اعزمك في البيت عندي يلا شوفك ينسيني شقا كل الايام ادخل على الله لا تفارق عيوني الحين بدا الحين حركات المدح حقت الزحرقه يا اخي تمدحني ما تمدحني بيني وبينك حس انك انت شوفك ينسيني شقا كل الايام أدخل على الله لا تفارق عيوني أدخل على الله لا تفارق عيوني ها تبيني أروح بعد أنا أغني لك طيب فيها الحين بعنون ماكز حقت المتسابقين نبي المتسابقين يجون الحين كلهم عشان نعلن هذا ونرجع نكمل معك عندك مانع؟ ما عندي مانع، ما عندي إلا سبيل الهدى. يا حبيبي الله يحمنا منك. جعل ربي يسعدك. رح ناديهم. ناصر والناصر ناصر حبي جايني. ناد متسابقين بيجون. طيب ناديتوهم. ما اسمعك. يلا يروحون بيجتمعون بيجون. أنا بنكمل معك أسلم يقول عبقري أينشتاين حياتك لابد أن تعرفها حلو أوكي أوكي وأنا بعلمك المعرفة حم جو الأسود جو الشباب جو الناس اللي بتصوت أنت في أحد بيفزع لك بيصوت لك؟ نقول لعل الله إن شاء الله يسخرنا الخلق اللهم لك الحمد نصوت ويطيل العمر فإننا نستاهل وما صوت ويطيل العمر في التوفيق بيد الله يعني أنت عارف أنك أنت ما حد مصوت لك؟ عاد أنا أقول إن الله رزقنا إن شاء الله المحبة والقبول عندك شنطة كبيرة؟ ها؟ عندك شنطة كبيرة؟ ما عشرت شنطة في حياتي ها؟ عندي شنطة وعد مني قدام الجمهور اشتري شنطة كبيرة عشان تجمع ملابسك على طول ترجع الديرة انت تكفي شرك يا والله احب شنطة عندي شنطة تهبل ما ابي الديرة يا رجال انا بروح للديرة انا ابيكم يا اخو قلت لي ما يبيك ذاك اللي يقول اللي يبي ناعية النفس تبغى اللي يبي ناعية النفس تبغى واللي نبيعي البخات لا يجيبه واللي نبيعي البخات لا يجيبه اي والله جت عجر جت عجر حبيبي سلطان لبيك وين الشباب بقية يعني وين اناديهم سوي مايك ما لهم هذا انا ما لهم ما لهم ولا ذلهم حسبي الله شوهت سمعتي حسبي الله على الشيطان كيف من احمد عبد الرحيم ما لهم انا جايك معي علوم واجد ويوم جلست انا والله يا سلطان انهم هم معطيني اكبر من حقي انا رجال لا احب لف ودوران اسال
ونسولف وندردش نعرف وش عند الإنسان. وترفع الضغط. أنا اعترف يا أخو اعترف. شوف أبيك تعترف بس. أنت تدري إيش مصيبتك يا سلطان؟ أنت فيك عزة نفس وإحساس إنك أنت رجل عظيم. ها؟ الإحساس هذا هو زي بالونه تجيك إحساس تنفجر بعدين تتوهق. شهادة اعتز فيها والله العظيم. شهادة اعتز فيها أنك تقول عندك عزة نفس. الرجال اللي ما عنده عزة نفس يا أخي أي شيء يزود عن حده عزة النفس خلها تزود عن حدها تنقلب ضده. لا ما تنقلب ضدك عزة النفس. لا صرت أنت حمر عين وذرب وسنافي فلا أنت بعز نفسك إلا من الأمور اللي تنقص من مستواك. يا حين سؤال الحين أنت بوافق أنك تفوز الأول؟ ماني بواثق. هذه لأنها في يد الجمهور. في يد الجمهور. شفت بس شفت بس وش دخل عزة النفس في الجمهور؟ إيه؟ الجمهور انت ما انت بوافق. كيف ماني بوافق؟ ما انت ما عندك اي ثقه. كيف اثق يا اخوي في جمهور؟ انبغوني يدخل صوتوا لي. ما يبونك. انبغوني يدخل صوتوا لي ودخلت انا. يبحث شكل ما يبونك والله. الا ان شاء الله يبوني وانا بيهم. من اللي يلعب عليك؟ ما حد لعب علي بس انا جايك يوم يبوني وانا بيهم. ايش فيك انت؟ احد صرعيك قالت انهم يبونك؟ لا بس ان شاء الله واضح انهم يبوني ان شاء الله. واضح صح؟ يومين ما شاء الله صار واضح. باذن الله ابشرك. يا اخي قسما بالله ودي اشق ثوبي من الثقه الزايده اللي عندك. لا تشق ثوبك. ليه تشق ثوبك؟ حسبي الله ليه؟ الله الناس عندهم ثقه هنا ما شفت زيها. وين ناصر حبيبي يا كنترول؟ حسبي الله على الشيطان. هذا ذبحني. هذا انت اللي ذبحتني. انت اللي انت راسي بينطق فيه حرت. اسمع بعي راسك اسمع يجيك توك طابح وزعجتنا تاك. ما حتى طبخ ما تعرف تطبخ. شلون بيعطونك درجات وتقييم؟ كيف طبخك عادي؟ تعشيت؟ لا ما تعشيت. ما كليت منه؟ لا ما كليت. هبشر بالعوض. نشوف العوض جاي. ودي انك تعشى. ها ناصر هنا نجي هنا. ودي اوقف كذا. ودي يلا نوقف. ابو طلال ما ادري يا اخي احس المتسابق اللي معك ما هو بصريح في اجوبته ولا هو صريح فيه. يلف ودور كلش على المكشوف ما بيصير. وبعدين رجال انا جايك على المكشوف عارف ان الجمهور ما حد مصوت له. انا اقول الجمهور اذا هو يبحى ما حد مصوت له. محبه الجمهور. ازعجتنا وسويتنا ازعاج زحمه والشعر فاضي. طيب الصوت تفتحون لي سبيكر الله يسعدك. من كنترول كنترول حبيبي أجلس أجلس الكاميرا أجلس الكاميرا أجلس قدامك. الساعة الذهبية انتهت يا ابو طلال والمتسابقين. اهاليكم جماعتكم جمهوركم ينتظر يشوف من اللي وصل إلى المراكز المتقدمة. من اللي كسب الألفين والألف وخمسمائة والألف. طيب أنا بقول لك حاجة. قول. والله يا ناس أني ما أعرف. أنا أحس أن الأسماء تغيرت. وتغيرت أبشرك. شفت وتغيرت. طيب جبت أنا الساعة الذهبية. طبعا التصويت ترى للمعلومية لا زال مستمر إلى نهاية التصفيات. لكن الساعة الذهبية الصوت فيها بصوتين وطار الطيور برزاقها. بس بسألك سؤال سم. قبل ما نبدأ سلطان أحد صوته أحد عطاه وجه؟ سلطان اللي قبل شوي كان معك؟ أيه. لا أصلاً مو مكتوب بالقائمة. هو متسابق المجموعة هذه ولا المجموعة اللي قبلها؟ هذه المجموعة دي؟ ايه. سلطان ايش انت غالي؟ سلطان ايش؟ سلطان الدوسري. ونعم ما عليك زور الله يكفيني شر اللي جنبك. اعداد انتم مسجلين اسمه مع المتسابقين ولا لا؟ لا مسجلينهم نسوه. من ضمن المتأهلين اللي أهلوني الثلاثة اللجنة كلهم أهلوني الثلاثة. عليكم زودي لأني ما عدني. والله تعزيز أخوياك على العين وعلى الرأس لكن اسمه مو موجود. يا الله تصدق حتى الإعداد ما يعرف عنك شيء. حلو وهقوى. يا أخي ما لك أي صوت. طيب ما لي أي صوت عاد شكوى على الله. حلو لا شوف 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 أبو طلال. يا أخي هذا الجمهور ما يفيدني. هو الفترة الحالية ما له تأثير بس إن شاء الله يشد حيل ويصير له تأثير. يعني يشد حيل يعني؟ إي يعني القبول لك شوي عليه يعني مو مرة. يعني يقوم بدري. والله ان بدا من بدايه البث يعني وزي كذا ممكن تضبط اموره. بس نقول ان شاء الله ان شاء الله يشد حيله. نكمل بعد شوي الحوار ونشوف بعد. فيني يا ربي يا الله. الله يوفقك يا دوسري. الله يوفقك. طيب بخصوص الاصوات ابدا من 20 20 واللي بيسمع اسمه مباشره طبعا الاسماء من المجموعتين رقم 20. لا انا ببدا من 20. رقم 20 المتسابق عبد الله ماجد حبي. وينك يا عبد الله؟ نايم نايم نايم. طيب رقم 19 تركي فهد.
تركي الواهبي، وينك يا تركي؟ تركي رقم 19. وين تركي؟ ما ها؟ عبد الله رقمك 20، الكاميرا وراك، الكاميرا وراك. طيب رقم 18 المتسابق ريان عوض، وينك يا ريان؟ ريان، ريان كم كنت؟ ونعم كم كنت؟ مقفل مايكك، مقفل مايكك صح؟ خصم 10 درجات. كان رقمه 17 يصير 18. 17 يصير 18. نعم ما في مشكله، هذا دليل عن في ناس تقدموا قدام. رقم 17 سام جديع القحطاني، سالم جديع من المجموعه الاولى. طيب رقم 16 برضو كمان من المجموعه الاولى، والله المجموعه الاولى منافسين مره، قويين الشباب. فيصل العويذر الحربي. نعم. رقم 15 يا ابو طلال. 15 يا الله، هذا الاسم متعبني، عبد الله رجعان المري. وينك يا عبد الله المري؟ بالمجموعة الأولى. طيب رقم 14 نايف مطيري، المجموعة الأولى برضو كمان، حلو. رقم 13 مسعود عفجاني، المجموعة الأولى، المجموعة الأولى. طبعا أنا ودي قبل ما تكمل بس أنا أقولكم شباب، أنتم عارفين إيش المجموعة الأولى جايها التصويت هذا كذا؟ ليش؟ ها؟ أحسنت، دائم عشان أنتم بتثبتون أنفسكم وتصيرون زيهم يحتاج تنشطون. وشباب ترى عند في شيء اسمه مبادرات، في شيء اسمه تقديم الشيء، حاولوا بعضكم، سووا حوارات، اطرحوا الاسئله على بعض، سولفوا، طلعوا في داخلكم، ترى الجمهور ودي يسمعكم. احيانا يعني الجمهور وده يجلس يسمع كيف سواليف بينكم، تجلسون تسولفون، تحكون عن قصص بعض، عن حكايات بعض. هذه السوالف هي اللي تطبع شخصية بني آدم، تطبع شخصية المتسابق، ويعرفونكم الناس، خلي الجمهور يتعرف عليك، يتعرف عليك. أما أحيانا ترى مو الشيرات والأشياء وهذه تتعرف، أوكي هذه متعة واستمتاع، بس أنت أحيانا أنت لما تحكي وتسولف تعرف الشخصية اللي قدامك. أحيانا أنت تهرب من الكاميرا ويجلس واحد، يا أخي كنت أتبكر والله يا شباب معيشني بطول عليكم، لا معيشني اصلا، لا عادي الامور بخير. كان عندنا في احد متسابقين من الشباب، اقسم بالله الجمهور كان يصوت له بشكل كبير. تعرفون ايش كان يسوي هذا؟ وش تتوقعون يسوي؟ كان يقوم اول متسابق من الشباب، كان الشباب يسهرون وشباب، وكان يقوم اول واحد، الهواء يبتدي الساعه 10، يجلس من 10 لين بنبه الشباب يلا يقوم 1 2 3، ماكل الهواء 3 ساعات 4 ساعات. ذكي بحاله، ذكي بحاله. ولما يبتدي وش يسوي بعد ما يحوص 3 ساعات هذه 4 ساعات، ايش تتوقعون ايش يسوي؟ اعطوني رايكم. ها؟ لا، يروح ينظف المسجد، قسما بالله كان ينظف المسجد ويجيب مصاحف، وكان هو يجي يشتري فلوس من فلوسه، يروح يطلب من الشباب انا بشتري مصاحف، بشتري كتب، بشتري اشياء، وضع مكتبه في المسجد، بنى هويته. باقي الوقت جو الشباب، صار الجمهور تعلقوا فيه، مده 3 شهور بنى شخصيته. بعدين وش صار؟ صار الفائز الاول. ذكي، مع انه كنا مرشحين فائز رقم 19. فهمت؟ سمعتوا؟ يعني ايش؟ انت ابن هويتك، ابن شخصيتك، الوقت اللي انت تتوقع انك انت انه ضايع تا مستفيد تستفيد منه. يا اخي انا واجلس انا 2 3 4 اسولف معهم، افتح حوار، افتح سالفه، افتح قصه. انتم لازم تستعملون الوقت، الوقت هذا. انتم بسالكم سؤال، ليش الناس تتابع مسلسل؟ عشان ايش؟ انا فهمت من اخوك، كتابة المسلسل او كتابة قصة يصير فيها احداث، يصير فيها حكايات، يصير فيها مواقف، يصير فيها يوميات. اليوميات هذه
هي الناس تتابعها. انا ومع عفت يوميات صالح ومحمد وفهد وسهيل وعبد العزيز ما استمتع انا. بس لو ما في احداث راح وقت وانا ساكت، ولا فهد يسولف يحتاج. الناس تحب جانبيات، تحب السوايف الخفيفه، تحب القصص. ترى الناس مو لازم تحكي له قصص ابطال وناس، ترى ودهم يعرفونك، ودهم يتعرفون عليك. والله يا جماعه الخير اسمعوا من ابو طلال وخذوا كلامه بعين الاعتبار، رجل خبرتي في برامج الوافه اكثر من 17 سنه، والله اني اقوله وانا صادق، وما شاء الله تبارك الرحمن صار يفهم فلسفه الجمهور وش اللي الجمهور يحب. ففعلا ترى الناس احيانا يحبون الشغلات الجانبيه، السواليف، الدردشه، انك تطلع بواقعيتك، انك تكون حاضر، انك تكون موجود. فهذه والله فرصه كبيره لكم، خصوصا انتم عارفين ان المتقدمين بالبرنامج الالاف. رب العالمين يسر لكم وصرتم انتم الموجودين فقط، فشدوا حيلكم. تا والله العظيم يعني انا في سناب والله ويشهد الله علي تجيني وسائل بالهبل تكفن بندح معهم. طيب ما دحمنا برنامج هذا افزعنا في برنامج الثاني. قلت انا مو مهمتي هذه، مو ماني مسؤول عن كذا. انتم عندكم فرصه يا حي، اهلكم، ناسكم، حبايبكم بيتابعونكم، جايين يبون يشوفونكم. انتم بس تنافسون، تاي ما ينافس فرصه سعيده زي الدوسري اللي قبل شوي ولا حد سطان. طيب طبعا احداث البرنامج لا زالت مستمره. قبل لا نكمل احنا وياكم التصويت ان شاء الله ننتهي من فقره ساعه الذهبيه، اذا تسمحنا طبعا يا ابو طلال نفتتح معرض الوقف. نفتتح جاهز بعد شوي تمام؟ ايش رايك ابو طلال؟ ما في مشكله، بس نقاطع فقرتك عادي ولا ابد داكم كلها فقرتي، بس انت جاهز الحين؟ هم جاهز، لكن احنا يجوا بعد شوي. طيب يجهز. تم ايه؟ تم صوتك مره عالي يا غالي. طيب طبعا يتكلم معي هذا النمام حقي. والله اذا هذا سلام متسابقين كذا هو يعطيني اياها اوكي عشان تعرفون. طيب عرفت من هو؟ طيب انا عارفه، طبعا انا عارفه، انا ما لي علاقه، هذه مشاكل شخصيه بينكم حلوها. طبعا بمناسبه ان ذكرنا الوقف فاسمح لي يا ابو طلال ان هذه فرصه عظيمه وهدف من اهداف برنامج كاريزما وهدف من اهداف قناه الواقع انها تساهم في بناء الاوقاف. انجح المجتمعات هي اللي افرادها يساندون بعض، ففي هالاوقاف اللي يساندون افراد المجتمع من الايتام اللي فيها من الاجور العظيمه، الرسول اللهم صلي وسلم عليه ذكر فضل لمن يكفن اليتيم، وذكر فضل الصدقه الجاريه، وذكر ايضا ان الوقف انه موجود داخل حدود الحرم. فهذا كلها افضال عظيمه. اذا انت كمتسابق كنت موجود وتمم رب العالمين ويسر هالوقف، وكنت احد المشاركين في هالوقف، وكنت احد المشاركين في هالبرنامج، فباذن الله لك الاجر الكبير. متبقي 20,000 سهم، كل سهم 350. والله ان الجمهور انه قادر انه يساندنا وانه ينتهي من هالوقف هذا باسرع وقت، خصوصا ان الرواتب انها كانت يعني قريبه ما كانت بعيده. فهذه فرصه عظيمه لنا وللجمهور ولكم انتم يا متسابقين انكم تكونون شركاء في الاجر. رسول الله صلى الله وسلم عليه ذكر بان الدال على الخير كفاعله، فلا تحرموا انفسكم مثل هالفرصه هذه العظيمه. ابو طلال طبعا يا شباب ان دائما الاوقاف والاشياء هذه هي اعمال ممكن انت ما تعرف فوائدها. الحين بحكي لكم قصه صغيره، اسمعوا واعتبروا يا ناس ويا اخواني المتسابقين. كان في احد من اصدقائي اسمه احمد هذا نازل راتبه بيوم، والله الذي لا اله الا هو الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، اني احكيكم اياها زي ما صارت، ولا ازود بحوف وان شاء الله نجلس بحوف، ان زدت فالله يعفو بي وان نجلست حب فالله يسمح لي. مصدق. الرجل هذا اول ما نزل راتبه وزعه، تعرفون كيف الراتب هذا يسمونه تسديد، سياره، كهرب، مويه، تحويل امه، تحويل خدامه، تحويل سواق. ايش بقي؟ بقي حقه مقاضي باقي الشهر، يعني رقم بسيط. يقول وانا واقف عند سيارتي
جاني واحد في جاء هذا سبحان الله في جاء هذا الله يعطيك الصحة والعافية أبو طلال. طب حاصل عندي درس جد. اللي جاء هذا كان ما يقدر يشتي في عياله. المشاعر هذه أنا متأكد أنها بقلب كل إنسان، خصوصاً إحنا إنسانيتنا العظيمة تخلي الواحد أنه إذا شاف أحد بحاجة أحد يوقف معه أكيد أنه راح يبادر ويساهم، يتيم من له، محتاج من له، إذا حنا ما وقفنا معه، إذا حنا اللي ما وقفنا مع أفراد مجتمعنا والناس اللي حولنا وفي محيطنا، وأحياناً ممكن ناس محتاجين بأمس الحاجة لكن يتعفف ولا يقدر يتكلم. الله يبيض وجهك ابو طلال. المهم جاء هذا كان عنده طفله، وطفل يبون حفاظات الله يكرمكم وحبيب اطفال، كان باقي معنا في الحمص. قال اني انا عندي دين وعندي تكفى حق الصيدليه طبني وهذا وكذا، ابي محتاج منك 1,500. والله طبعها عطايا الله كل ما يمك. يقول أنا كان زوجتي موصيتني أن يجيب مقابي، يقول أقسم بالذي حرقني أني وصلت الباب يقول واقف في السيارة كذا يا الله، يقول أطلع بتتمشكى معي بتجلس تزاعد وبتهاوش كيف نعرف المرأة وحواتنا، يعني تقول يعني أنا عندي بيت وزيهم، يقول جلست في السيارة واقف كذا، دفع كل ما يملك، دفع كل ما يملك، طق عليه واحد شباك، تعرف ايش طلب منه؟ قال له يا احمد هذه 15,000 ريال عندي، هو محامي، قال هذه عندي قضيه ابيك تمسكها لي، فهمت؟ وهذه دفعه بكره، وبكره عدي عليك في المكتب ها ونحفظ الموضوع. قال له بحال بكره تعالي المكتب نتفق. قال له هذه 15 واقسم بذي حرق انه لا جاه المكتب ولا جابه من جديد ولا شافه. اترك أفر، انت ما تصدق ب 350 هذه كم شخص تترك أفر، يمكن تدفع بلاك عن اخوك عن امك عن اهلك عن اللي تحبهم، انت ايش بينقصك لو دخلت السهم هذا؟ يبقى نعب عبنا 350 اروح كفي ادفع قيمه كفي، ادفع قيمه عشاء، ادفع قيمه كذا، بس لما نجي عند الصدقه اي بحال لا 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 يا أخي أنت والله العظيم ريال. أنا عندي بنتي صغيرة الله يحفظها يا رب، سوت شيء أنا صدمتني فيه، تتوقعون شو تسوي؟ أنا فاتحهم حساب، كل واحدة منهم فاتحهم حساب وأحولهم مبلغ كل شهر لهم، تعرف شو تسوي؟ تجي تفتح منصة إحسان تسديد ديون ريال طق. مين يعلمها هذا؟ شافت أمها، شافت أبوها، شافت أحد يسوي. أنت ازرع هذه الصدقة، الإنسان هو اللي يزرعها. كم منا محتاج أن أحد يزرع الثقافة هذه؟ كم منا نحتاج أن نزرع الإحسان، نزرع الثقافة؟ سؤال بعد ما نروح كلنا في برنامج، وش بيبقى لنا؟ الأثر، ضحكة ناصر، ضحكة عبد الله، ضحكة مبارك. تاه قسما بالله العظيم أنا أقول لكم حاجة، يتبكر ناصر إن في زد رصيدك 3 أو 4 عدد الناس اللي أسلموا حدود يمكن 10,000 حدام وشعارة. كان عندنا وقف، مو وقف عفوا، برنامج وعسى أن، وعسى أن، عسى أن هذه كانت فكرة أبو نايف، كان هدفها أن الحدامات والشعارات والسواقين يسلمون.
جبنا جمعية أحد بي وكلمناهم أنهم نساعدهم أنهم يطرحون الفكرة هذه. جبنا طرحنا فكرة، أنتم أفكار عندكم يا حي أنت كلم أخوك فهد وسعد ومحمد وكلموهم، قلي محمد تكفى حبيبي عني وعن أمي وأبوي وإخواني، فهمت؟ 350 حنطبعها صدقة عن العائلة كذا، كم تدفع بلا عنا؟ كم مريض محتاج انك انت تصدق عنه عشان ابغى يشفيه بنية الشفاء؟ كم لنا من حبيب توارى تحت الثرى وانقطعت اعماله؟ احسن ان نساهم في مثل هالاوقاف هذه ب 350 ريال في وقف اليتيم داخل حدود الحرم بنية ان نسعده في قبره. حنا يا كثر الناس اللي بيننا محتاجين ممكن ما نعلم، لانهم هم لا يسالون الناس الحافا. وبامس الحاجه جمعية البر الخيرية بالجديدة افتحوا لنا هالوقف هذا، وقف اليتيم داخل حدود الحرم، فرصة عظيمة لنا والله العظيم، لنا هدف سامي جدا إن شاركنا فيه جميعا فوالله نبي نكون من المحظوظين، وبإذن الواحد الأحد الرب العالمين تقبل منا جميعا بنكون بإذن الله من الفائزين. فلا تحرمون أنفسكم الأجر وكونوا من الدالين على الخير. والجمهور العزيز ندري إنهم والله ما راح يقصرون أبدا في مثل هالأوقاف هذه، اللي يروح ريعها لرعاية اليتيم. والرسول اللهم صل وسلم عليه ذكر أنا وكافي اليتيم كهاتين في الجنة، كلنا نبغى مرافقة الرسول بالجنة. الله يبيض وجهك أبو طلال على هالمشاعر الطيبة وعلى هالدموع الغير مستغربة أصلا يا حبيبي. حنا الناس كلنا هو موقف بكمني بس. طيب ندشن جاهز يا داد؟ بخير اغتنم معنى الحياة دايما لها بخير. وابشر بسعدك فما مثل درب الخير خير، وابشر بسعدك فما مثل درب الخير خير. فينا الخير دايم فينا على الخير. يلا بسم الله نفتتح المعرض. أقول لكم شيء قبل ما نفتتح المعرض، شوفوا انتم عارفين انكم نصكم بيمشي صح؟ طيب سؤال، انا قبل ما امشي ايش بسوي؟ اترك اثر. نترك اثر فعلا، نترك اثر. الاثر كيف نتركه؟ تاه في واحد يتابع مبارك، واحد فهمت؟ واحد يتابع فهد، واحد يتابع سعد، وجهه مبارك هذا ممكن يتأثر فيك، سعد ممكن يتأثر فيك، أم ممكن يتأثر فيك، أي أحد ممكن يتأثر فيك. في طريقة أنت تستعرضها ممكن توجه نصيحة هذه، والله إن مشيت فنت مقطعك هذا موجود مدى عمر، وإن شاء الله ما تدري أنت يمكنه يكون أثر لك وعيالك وأهلك وناسك. يا سلام. طيب مثل ما ذكر ابو طلال النص المتسابقين راح يمشون ما راح يدخلون البرنامج الاساسي، فهذه فرصه عظيمه لكم انكم تزرعون اثر. طريقه التبرع سهله جدا، الواحد وهو في بيته على جواله الطريقه ظاهره على الشاشه، جمعيه البر الخيريه بالجديده اذا دخلت عليها لابد انك تروح الى وقف اسمه وقف اليتيم ب 350 ريال طبعا في بنك الراجحي، والامر سهل جدا، الايبان موجود لكم على الشاشه وايضا الباركود، الامر سهل. الله يوفقكم يا رب العالمين. دليلة. اسلم. طيب دقيقة شباب، الحين انا ما اقدر ادفع 350 صح؟ ها؟ تعال تعال مبارك. اي. تعال. تعال. حبيبي. اسمع. مبارك قال كلمة جميلة
سلطان. سلطان عفوا اسمح لي سلطان. شوف من الكبسه. سلطان قال كلمه جميله. انا ما معي فلوس، صح؟ ايش اسوي؟ ايش اسوي سلطان؟ ينشر المقطع. ينشر. ينشر المقطع. سوي عاده تعريضه. انشره في السناب. انشره في انستغرام. انشره. يا حين شبه ما تقدر، انا ما معي فلوس انشر يا اخي. انا بنشر، انا بنشر. تكلم ما بي... ها تكلم به في مجلس اذا هم مجتمعين فيه. انت تسمعين يا حين، اخوي انت تسمعني يا حين، امي تسمعني، اي احد، اي احد في واتساب ارسل يا اخي. يمكن في الجروب هذا حق الاهل في واحد اسمه سعد، سعد شاف هذا وقال بتبرع وين يروح يجر. لا تدال على الخير كيف اعلك. الدافع على الخير يا سلطان كيف اعلك. انت ما تقدر تدفع يا اخي انشر. لا توقف موضوع في يدك، انشر. ساعد على النشر، ساعد على انك انت تكون وسيله من الوسائل اللي انت تساعد بها يا حمف. ما تنشي مقطع متسابق سلطان ولا ناصر ولا عبد الله ولا فهد ولا عبد العزيز ولا صالح، يا حين شب هذا هذا موجود في حسابك. اسالكم بالله بعد ما يتوفى ناصر وش بيحصل؟ ما باقي الا اعمالي وحسناتي. اعمالي، وانا ما توفى من بحصل اعمالي، عشان كيف احتر انت شو تحط؟ بسم الله نتوكل على الله يا ابو طلال والمتسابقين الى بس كما حيل قبل ذا. انا مني انا ومن اهلي واخواني اتبرع للوقف هذا ان شاء الله باسهم محدده من بدون بكرها عن امي الله يرحمها ويعمدها الجنه. واسال الله انه عنكم وعن الجمهور كلها يشاركونا في الاجر هذا باذن الله. عسى الله يغفر لها ويرحمها يا رب العالمين. نتوجه حنا وياكم بإذن الله إلى افتتاح معرض اليتيم، بس اسمحوا لي أبعلن بس عن الثلاث مراكز في الساعة الذهبية. الأول بعد ما انتهت الساعة الذهبية سيف مهدي آل سالم، مبروك عليه 2000 نقطة. الثاني ناصر بن ظافر آل بريك، مبروك 1500. الثالث تركي السبيعي سيف آل سالم، الأول 1000 مبروك يا سيف، 2000 نقطة في رصيدك داخل البرنامج. بسم الله وتوكلنا على الله احنا وياكم الى معرض وقف اليتيم. مشان يا ابو طلال فينا الخير دايم فينا، على الخير اتربينا، واهل الخير منا وفينا. فينا الخير، فينا الخير، ازرع البسمة ترى خيرها يغدق عليك، كل فعل تبذله دايما يرجع لك. اغتنم معنا الحياة دايما املاها بخير، اغتنم معنا الحياة دايما املاها بخير. فينا الخير دايم بحث عن رضاه، او تصدق كل ما تهت او ضاقت حياه. وابشر بسعدك فما مثل درب الخير خير، وابشر بسعدك فما مثل درب الخير خير. فينا الخير دايم فينا،
الخير منا وفينا، فينا الخير فينا الخير. ازرع البسمة ترى خيرها يغدق عليك، كل فعل تبذله دايما يرجع لك. اغتنم معنى الحياة دايما املاها بخير، اغتنم معنى الحياة دايما املاها بخير. فينا الخير دايم فينا، على الخير اتربينا، واهل الخير منا وفينا، فينا الخير فينا الخير. ارتجي رب السماء دايم ابحث عن رضاه، او تصدق كل ما تهت او ضاق الحياه. الله يكبر. الله يجعل الساعه مباركه رب العالمين. كافي الله يجزاكم خير. تستريحون؟ استريحون؟ كافي خلاص كافي. استريحوا تفضل يا حبيبي. ما شاء الله شباب تعال كافي عشان ما يمتي. ما شاء الله تبارك الرحمن. استريحوا يا شباب يعطيكم العافيه. استريحوا بيت القهوه عشان اوصخ عشان ما ضغطنا ناصر. طبعا هذا يبي يكون معرض وقف اليتيم في برنامج كاريزما باذن الله. هالوقف هذا يبي يجمع الضيوف والدكاتره ضيوفا اللي يزورون البرنامج. انتم في حال عندكم مبادرات برضو كمان راح تكونون كلكم ان شاء الله متواجدين في هالمكان. ينفع يكون كافيشن روم؟ ما لا انت كذا دخل الاسم هذا جديد عليك. طيب اشرحوه. لا الكونفشن روم هي غرفه للتحدث مع الكاميرا. إيه. هذا معرض الوقف، وقف اليتيم. يعني ما شاء الله من الاناقه اللي موجوده فيه كانه استديو مستقل لحاله، كانه كونفشن روم. فان شاء الله ان راح نفرح فرحه كبيره باذن الله اذا بدا البرنامج في هالموقع هذا في اكتمال وقف اليتيم باذن الله. فعسى الله يوفق يا رب العالمين. ابو طلاله بسمع منك كلمه، ونبي نسمع من كل واحد كلمه مختصره جدا بمناسبه افتتاح المعرض، وهو اول معرض يفتتح في برنامج كاريزما. طبعا اول شيء بسم الله والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى صحبه اجمعين. انك انت يعني تكون مبادره وتكون موجود فيها هذا اسعد لحظات بي انا. ليه؟ لانك انت بتبحث وبتترك شيء. خلونا نترك بصمه، خلونا نترك بكرة لنا. يعني لما تروح عيالك ما يتبكرونك بمواقف حلوه، زعلك وعصبيتك ونرفزتك وهواشك، والله كلهم بينسونه. والله سبحانه وتعالى اول ما يحاسبك يحاسبك على اعمال الخير ان شاء الله باذن الله، اللي قدمناها واللي سويناها واللي تعبنا فيها. ان يعني لما نبي نساهم، طيب ان دخلنا احنا برنامج، بيجيني واحد بيقول لي انا وش اسوي؟ عبد الله انا وش بحط؟ عبد الله انا عطني فكره. يا اخي ساهم بالشيء هذا، ساعد في المبادرة هذه، ساعد في الوقف هذا. كلم يحيى في حسابك 700 شخص أو 800 أو 1000. الألف هذا خذ الألف هذا حمسهم أنهم هم يساهموا في الموضوع ذا. ما استطاعوا يساهموا يعيدوا التغريدة هذه، واطلب منهم أن يكلمون الناس يتابعونهم يعيدونها. ليه؟ هنا نشرنا الخير. يقولك لا يوقف الخير، لو وقف الخير وقفنا خاص قامت الساعة. أول ما يوقف الخير ترى تقوم الساعة. ليس الحين دائما معركة بيننا وبين الشيطان. الشيطان يحاول أنك أنت ما تعمل الخير، يحاول أنه يصدك، يحاول أنه يقولك يوه بتروح مسجد. والله الذي لا إله إلا هو، كان معي واحد من الشباب، كنا بنطلع نصلي فجر، كنا سهرانين مع بعض، وقلت بنطلع بس قال يا اخي يوم مشوار المسجد عندي، تعرف ايش قلت له انا؟ قلت
قلت ما شاء الله عليك مشوار المسجد ها وانت ما شاء الله اليوم ماشي 6 كيلو اي الشيطان جالس يحاول يحبطه وما يخليه يقدم شيء جابي قسما بالله ظنت الكلمه عندي جوال وقعت في قلبي روحت يا عبد الله ها بجلس وانا جالس فاشي يقول سبحان الله حسيت يا اخي ايش معنى الكلمه هذه وجعتني انت تصرفاتك نصايحك هي اللي بتبقى انصح سوي عليك يعني انت اعطيته كلمه الان إيه؟ ان شاء الله انه صار محافظ على المسجد والسبب بعد الله انت إيه؟ دليت على الخير انتم دلوا على الشيء تقدرون عليه فكر يجب ان سمع منك احد فكر يجب وان ما سمع فانت حط باب النصيحه ان شاء الله وان شاء الله انه ما يبيع اجرك ونصيحتك يا رب الله يبيض وجهك يا ابو طلال ومبروك عليكم يا شباب في مجموعتكم انتم افتتاح هالمعرض ان شاء الله انها تكون فاتحه بخير يا رب العالمين الله يرفع قدركم ويبيض وجهكم المحفوظ اللي يدل على اسلم يعني الشيء هذا اللي صار يعني دوره ترى اسولف مع المارد طيب وش تقول للجمهور وش توعد الناس باذن الله انت اهلت للبرنامج وش بيكون في هالمعرض نشفت فيديو والله باذن الله من المبادرات عسى الله يتقبل الكاميرا وراك يا حبيبي عسى الله يتقبل ويجعلها لا الله يبيض وجهك سريع سريع اللهم امين طيب طيب انا بستاذنك يا ناصر سم نرجع لسلطان عشان نكمل فقط خذ راحتك خذ راحتك تعال يا سلطان تعال 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 نطق يلا يا دوسري يلا تعال راح تهاوش انت بطلال بس ايه تبعد راح طيب الله يعين الله يعينك الله يعينك يا انت عينه يا الله الله يقويكم طيب شباب هذه فرصه عظيمه انتم عارفين نصكم راح يغادر ويودع البرنامج في كلمه تقولها بس ختاميه سم نبادر قبل ان نغادر يا سلام كلمه جميله قبل لا تغادر البرنامج وقبل لا تغادر الحياه بادر في انك تقدم لنفسك فبيض الله وجهكم طيب انا ودي اسمع من كل واحد منكم كلمه للوقف والأرقام طبعاً ظاهرة على الشاشة حنا الواحد والله ما يعلم هو راح يكمل البرنامج ويتم القبول ولا ما يدخل فهذه فرصة لكل واحد منكم الكاميرا قدامك الملايين يسمعونك إيش تقول لهم فيما يخص الوقف إيش تقول لهم من الوصايا اللي إن شاء الله أنا يبقى لك الأثر العظيم فيها بدأ معك يا حبيبي الله يسعدك أولاً تسأل صاحبنا تقول إذا دخلت وش تسوي في هالمكان؟ بالنسبة لي برقد هنا، مو هو لأنه مكان كويس. علشان لا والله مكان كويس ما شاء الله الديكورات ما شاء الله تبارك الله الرحمن. ما راح أطلع من هنا لين ينتهي اللهم صل على محمد اللي هو الوقت. الوقت. نتكلم بجدية أكثر. هذا فعل خير. يعني لما يجوا الناس يقولوا لك سووا فعل خير، أعرف أنه في النهاية ما راح أستفيد شيء، أنا قاعد أنصحك. اللي ينشر الدال على الخير كفاعله، واللي يتصدق هذه راح تلقاها على قولتهم قدم السبت تلقى لأحد. يا سلام ف وش الشيء الاهم ترى احنا عارفين انه بعد الرواتب تحطها في اشياء والله ما لها اي لازمه فحطها في صدقه لك الوالديك الحي منهم الميت سلام الله لا يهينك ف بشكل عام الوقف تقريبا باقي كم 20,000 20,000 خليك من ضمن ال 20,000 يا سلام لان لو ما قفلت انت بيقفلها غيرك الله يبيض وجهك وما يقول سلام كلام جميل أدري والله في خاطر كل واحد منكم كلام وودي أنه يبادر بكلام جميل جدا لكن الجمهور إن شاء الله وصلت لهم الرسالة الأرقام ظاهرة على الشاشة فقرة عبد الله الراجح أنا قطعتها اليوم مرتين مع الساعة الذهبية ومع الافتتاح لو زودتها شوي معها بتسطر كون صادق معكم أنا عشان كذا الله يبيض وجهكم عشان كذا بننتقل حنا وياكم نرجع عبد الله الراجح يكمل فقرته وهالوقت بإذن الله أنه مستمرين في دعمه وانتم ان شاء الله شركاء بمشيئة الله تعالى الله يعطيكم الصحة والعافية يا شباب وشكرا لكم بيض الله وجهكم يعطيكم العافية او تصدق كل ما تهت او ضاقت حياة وابشر بسعدك فما مثل درب الخير خير وابشر بسعدك فما مثل درب الخير خير رجعنا لكم في برنامج كاريزما فقرة استفزني وما زلنا متواصلين معكم فقرة استفزني وسلطان حياك الله يا سلطان
يا هلا يا سلطان. الله يبجيك طول والله يا سلطان، انك اكتشفت انك رجال عصبي وتجاب نفسك بخشمك. غير صحيح. ها؟ غير صحيح. وانت بيني وبينك يعني انا انصحك نصيحة، ها؟ ها. الوادي هناك وادي الدواسر. برتس قصدك؟ برتس قريب. ها؟ برتس، انا في برتس ماني في الوادي. اي وحناك عند هذك وقباك وعياب عمك وعزوتك. ابحث انت رجال ما بك حرق ونفسك. يا اخي من الاخر انت مين اطلع؟ ما بك تطلع، انا انصحك كل ما نصحتك اي واحد تمين تطلع. تمين اطلع؟ لا انصحك نصيحه. يا اخي 30 سنه هنا معهم الله يطول اعمارهم ويبارك فيهم. شو ما فيه؟ 30 سنه وانا عندهم. خلاص خليني اروح اعيش معكم يا اخو. تعيش معنا؟ اي. من قالك ان نبيك؟ الله لا يبي الشيطان. من بيقنعك انك انت يعني مكسب لنا؟ شو؟ من بيقنعك؟ اسال سؤال يعني، حتى ممنوع السؤال في البلد هذه. شف انت تعطي العكس الا مكسب هنا. انت مكسب؟ نعم. حسبي الله على الشيطان اللي خلاك تصدق انك مكسب. الا مكسب ان شاء الله. اسمعني حبيبي. مكسب الكل طيب بالعربي. اسمعني حبيبي. ها؟ للطيبين انا مكسب. وقفنا عند ان الانسان عند نيوتن. نيوتن صح؟ ايش كنا قلنا في نيوتن؟ كنا في نيوتن التفاحه انطاحت. لا مو التفاح، نيوتن يقول يجب ان تعرف اعدائك. صحيح. هل تتوقع ان في ناس ما تبيك في برنامج؟ يعني متسابقين شفتهم نفسيه بينك وبينهم؟ اللي واجهتنا من اخوياي كلهم ونعم، كلهم ونعم. طيب انا عرفت من كذا متسابق انك سلطان يعني تحاول تتفلسف احيانا. من احد المتسابقين؟ ايه. واللي يقوله؟ ايه. وينه؟ مش وين؟ تحقق معي انت؟ من هو؟ كل المتسابقين كلهم انا صاير عندهم غير عن العرب كلهم. شنو صاير يعني؟ ايش صاير؟ انا غير عند اخوياي كلهم، الله ملك حمد يقدروني وحشموني. واول دليل انهم كلهم يطيل العمر اليوم كلهم صوروني في سناباتهم، بيض الله وجيهم دعموني ونشروا حساباتي. هذه وش الدل عليه؟ الا كانهم في احد منهم مرائي ما ادري. بعد حطيتهم مرائي. اذا في مرائي وانا ما اشوف في مرائي. في واحد يا اخي، ما ابو واحد جاي يصورك يا اخوي ينشر حسابك وهو ما يبيك وهو رايح يعلم حتسيبك ويعلم بشيء ما هو في خويه. طيب يمكن فيك، ليش مو فيك؟ وش اللي فيني؟ انت رجال شايف نفسك ما ما تسلف تسلفس تسلفس تقول تسلسف بدي تفلفس بدي ما تفلفست على احد. ايش اضحك بك؟ الصد ما عندي اللي هي نفس اللي قلت ما سويتها. عيدها بحركه بطيئه. ما اقدر كلمه راد ولا راحت مع التناوب. طيب وش رايك في سبعه قانون سبعه الضوء؟ ها؟ قانون سبعه الضوء. الضوء؟ يا اخي انا تراني عندك في فقره ذيه ماني في رياضيات، تسالني من قانون نيوتن وتسالني من سرعه الضوء. ايش وش عرفني؟ تراني متخرج من جامعه الامام كليه اصول الدين مسار السنه وعلومها، ما تخرجت رياضيات. كل ما سالناك سؤال حولنا تسالني في الرياضيات. يا اخي انا اختبار قدرات. يا اخي سؤالك ذا ذكرني باختبار قدرات الجامعيين. فاشل انت في القدرات. كيف فاشل؟ فاشل في اختبار القدرات. لا ماني فاشل، تعديتها اصلا. تعديتها، كنت حافظ معلوماتك ونسيتها. يا اخي انت تسالني يا ولد في البرنامج الواقعي، تسالني من نيوتن، انا شبيب نيوتن. بالعقل يا اخوي بالعقل، هي تسالني من نيوتن قانون الضوء؟ لا تضحك يا اخي، لا تضحك، ترك تقهرني. انا شوف انا ما تنزفر دي ما تنزفرت، بس انك يا ولد اسئلتك ما ادري ايش قايله. يا اخي لا تضحك الله يرحم والديك، كمل. يقول عام جلال الدين رحم الله الأعداء. شو؟ رحم الله الأعداء. رحم
رحم الله الأعداء، أي بأنهم سبب النجاح، عذموني منهم أصدقائي اللي ما له أعداء، الرجال اللي تشوفه مايك إيش ماجد وهو يمشي حق سلطان طافي، سلطان مايك طافي. طب سب تعال هناك عشان بس يبدون، وإن بنشوف هاشتاج سلطان، أحد سب شيء، أحد عطاه وجه، أحد ولا رسالة ومعصب. ما يا أنت معصب وجاينا هنا. نرجع هاشتاج يقول في ساره مطيه تقول ما توقعت هالرد من سلطان، سلطان يعصب. وفيه يعني تبون يقولون سلطان معصب وسلطان نفوذي، ولا يعني بيني وبين سلطان انا جالس انصحك نصيحه انك ما تصير نفوذي، متنفذ انت. تفضل استحس استحس مثلا انت في برنامج بيجيك السكر، ها بيجيك السكر، ها والضغط وعصبيه، وبتجلس 90 يوم وانت تعاني منها اشكال من المتسابقين من الإعداد. ليش ما تضحك؟ هتضحك تو تقول لا تضحك، لا تضحك أبشر. وش حدك تجي في برنامج أخوي؟ وش حد يجي البرنامج؟ إيه شوف نطول نطولت أنا نطولت عندك جانب ضغط السكر. طيب خلاص توكل على الله، فكنا منك يا حنا نشوف واحد متسابق ثاني حليم. حليم يصبر يتحملنا. شوف 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 حتى كل الجمهور يقولون يا اخي عصب 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 يا اخي ايش اسوي عصب؟ يقولون يا اخي الرجال هذا يعني يتنفذ يا اخي. ما توقع انها كذا. انت الحين انت بتنفذني. شو ما تبي تتوقع؟ يعني انا اكذب تنرفزني؟ ماني متنزفر. انت تبيها تسا ما فيها، كلهم يمدحوني. انا متوقع انهم انا ما فعلت ترى، ولا جيت انا ضدك في اي شيء. وضعك صحيح من اخوك يقولون يعني بيني وبينك ها يقولون رجال انت راعي ابل، ها تروح تزبط عند الابل هناك وتتكي احسن من كذا. والله يا سلطان قسما بالله انت ايش جابك من البر هنا؟ راح ارجع ابلك برنامج فاهم كاريزما وما ادري وشو 90 يوم. من قال لك من قال لك اني احب البر؟ انا احب البر والمزيون. احب البر والمزيون، واحب البدو الاوطان، واحب قبل لا يدرون هلي ولك ولا الجيران. ايش رايك؟ عادي صوت، يعني الصوت تعرف انت لما يجي واحد مثلا ضايق صدره وكذا في البر جالس ما عنده هو صديقه ما في له هو يسمعه، هذا انت سيك سالهم اذا ما قالوا صوته، ها اذا ما شوف اذا ما قالوا صوت. شوف انا واثق من نفسي والله العظيم يقولون كنت ازعجنا صوته يقولونه قسما بالله لولا اختلاف الاراء لبارت السلع. يبحر اي سبع يبحر. اسمعني اسمعني اقول لك انت طولت معي، اشوفك ان شاء الله بعد بعد ايش؟ بعد ايش طولت ان شاء الله؟ اجعلني ابتيك انا. شفتوا سلطان حاورناه طرحنا عليه الاسئله استفزيناه، شفتوا عصبيته وشفتوا هدوءه، شفتوا ضحكه وشفتوا زعله. ان عجبكم صوتوا له، وما عجبكم نعطيه الصابونه. يعطيك يا رب يطول عمرك. الله يجعل امك في الجنه، امين، ويجعل والديكم في الجنه، امين، ويجعلنا واياكم من المقبولين عند الله وعند خلقه، ويرزقني المحبه في قلوبكم. قولوا امين. امين. الله يسعدكم ودعناك الله. ويانا ابو حفره الحين انتفه متسابق فاز في معنى اليوم. ويان جاهز وتنادونا؟ يلا انا برجع السناب بشوف من اللي سريع السناب فيما انتم تجهزون.
سباق حماسي والفن هو الأساسي والكل أهلي وناسي والكل ذكر وناسي هولي لي كاريزما هولي هولي كاريزما كاريزما في غيابي وحضوري بسعد جميع جمهوري بالقيم فني وحبوري والثقة لازم 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 لازم, لازم, لازم ضروري هذا سباق حماسي والفن هو الأساسي والكل أهلي وناسي والكل ذكر وناسي هولي لي كاريزما هولي هولي في غيابي وحضوري بسعد جميع جمهوري بالقيم فني وحبوري والثقة لازم لازم لازم, 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 لازم ضروري هذا سباق حماسي والفن هو الأساسي والكل أهلي وناسي والكل ذكر وناسي هولي لي كاريزما هولي هولي رجعناكم ما زلنا مكملين في برنامج كاريزما فقرات استفزني. طبعا فيه جتني عبر سناب اخت حنان تقول شخصية فيصل مقبولة جدا بس هو يترك النصب. سلطان كوميدي وممتع بس انصحه انه يشمعنا شيرات اكثر. طبعا في بعض الرسائل تفني على البرنامج يعطيهم العافيه، يعني ما ابي انا احب فنائي، انا اسئله واشياء الطرح انا اقدر اقراها لكم. اللي حاب يسال ريان عبر هاشتاج اسالوه الحين، اللي حاب يقول له شيء يوجه رساله ويوجه كلمه هو موجود معكم الحين. حياك الله اخوي ريان. الله يبقيك يطول عمرك. وشلونك؟ الله يعافيك. ويانا عمر 24 سنة جامعي تخصص إعلام، أربع أخوان، اثنتين خوات، مقدم وصاحب ريالتي. هدفه إنه يكون الأول في برنامج، صح؟ نقول إن شاء الله. إن شاء الله؟ بإذن الله. طيب ويان نعطيك دقيقة تكلم فيها عن ويان أشياء ما عرفناها عنك، معلومات جديدة. وين ساكن؟ مكانك، شاركت برامج قبل كذا، عندك حسابات، نشط في وسائل الإعلام، كيف تجربتك في كاريزما في يومين العدد هذه؟ احكي لي تبي، الدقيقة معك، جاهز محوجنا؟ جاهز، الهوى معك. عليك من بالضبط. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم، معكم أخوكم ريان عوض أبو حثرة. زي ما تفضل الأستاذ عبد الله، العمر 24 من المنطقة الجنوبية بالتحديد مدينة أبها، والأصل محافظة الحرج. الله الله. من ناحية البرامج الواقعية أنا ما قد قدمت على أي برنامج واقعي، هذا تقريبا أول تقديم لي في البرامج الواقعية، وتجربة كانت طيبة مبدئيا إلى حد الآن، الأمور كل شيء مرتب ولقينا ما وعدونا به يعني، وأفضل نشكر قناة الواقع، نشكر برنامج كاريزما والقائمين عليه سواء من مقدمين سواء من إنتاج أو الأستاذ ناصر الغامدي وكل من شارك في نجاح أو طلوع بشكل عام برنامج كاريزما. الشيء الثاني
زي ما قلت لك ما لي أي تجربة. سبب دخولي يا طلم السلامة زي ما تقول عن طريق توصية بشكل عام. ناس من الشباب يكلموننا يقولون البرنامج قوي، وفعلا مبدئيا والله قوي 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 قوي، ما هو بسيط ولا هو زي البرامج اللي فاتت كلها من غير كسور في الشباب، ولكن إن شاء الله إنه يكون من أفضل البرامج اللي بتطلع، وبإذن الله نحن من ضمن الثلاثين. خلصت دقيقة ولا باقي؟ شو عليك بيع وادو أنت؟ ها؟ نايم مع وادو باه؟ والله نحمد الله. أنت قلت تفضل بس أنتظرك تشوف، ما أشوف بتقول لي شيء ولا؟ خليك باحتك ما شاء الله. أزد أكمل. كمل إن شاء الله أمشي أنا. لا ما هو بعد. والله أمشي تعال عادي أمشي. خذ راحتك. لا أمشي يعني أنت حبت. والله اللي تبي تبي تقعد معي والله الشرف إن طال عمرك ودي ناخذ نعطي. والله أنت جاي ما شاء الله أنت تحب تسولف واجد ها؟ والله يعني لازم تقدم نفسك وتشوف ايش اللي يعني يعرفونك الجمهور، يعرفون من هو ريال بشكل عام، عرفت؟ يا حبيبي في مقابلات سووها معك كبحتنا انت. والله ايش نسوي؟ لا صدق ابغاهم يعرفوني صح. ايش صح وايش صح وخطا هي؟ لا بمعرفة لعبه هي. ما هو بعضهم يطلب السلام يجي يعرف نفسه ويطلع على طول. لا لا والله بيني وبينك. ايش ما زالك تعليه يعني؟ ما عدا يلا. بسم الله الرحمن الرحيم. اكمل. ايش فيك؟ ايش فيك؟ اكمل تبغى اكمل ولا لا؟ اصطد خذ راحتك. الله يعيننا يا شيخ قسم الله يعيننا كلنا والله مو بنت الحظ. الله يعيننا الحمد لله على كل حال. جايين ناس قسم بالله واحد يجبط وما ينجبط. الله اذا حب عبدنا ابتلاه. انت تفهم في الاعلام انت؟ واحد منا مبلي خذ الكلام. تفهم في الاعلام؟ تخصصي اعلام طال عمرك. أنا أسألك سؤال تفهم قبي أفهم وين ما أفهم؟ إيه نفهم أكيد. أو تفهم بيني وبينك لا تشارك. ما أشارك؟ إيه. والله نصيحة طيبة. والله عظيم ما تشارك. قد تنفعنا. والله تنفعك والله. يعني نصيحتك ما تنفعني؟ أقول نصيحة تنفعك تنفعك. تنفعني يقول إن شاء الله تنفعني. يا أخي أنت جاي ومهتم يعني ما شاء الله بشكلك مره يعني ما أحب. صدمة كبيرة انك انت وسيم. اني ايش؟ انك وسيم يعني مصدق نفسك وسيم. ما قلت انا وسيم. انا اقول لك انت مصدق نفسك، عارف الناس اشكال. انت ما تكلمت الا انك شايف شيء. شايفني وسيم ولا شايف يعني كذا؟ انت ما تكلمت الا وانت شايف شيء. انا هم جالسين نسولف بالاعداد عن شخصيتك. ايه. كان معترف نفسه شايف نفسه. جايب كل ما حد قدامهم ريان. لا والله الشباب فيهم الخير والبركة. إيه هم فيهم الخير والبركة. فيهم الخير والبركة وفيهم يطلب السلامة. أنت جاي مسمع أنت يعني بائع رادو بائع مسجل بائع تلفزيون قفقارة وكلامك واجد. والله أظن كلامي عادي جدا ما شفت فيه أي تسارع ولا فيه أي شيء. تبي أقعد ساكت يعني أعطيك على جوك تكمل اللي تبي أنت كله. بس أكسوعب. إيش؟ انت تتفاعل مع مع زملاء اخوياك؟ لا بد نتفاعل. ها؟ لا بد نتفاعل. يعني تتفاعل؟ ان شاء الله. طيب يعني شو جاي تبي تحكي عندي واجد؟ والله شوف لازم تعطي كل مقام من مقامه. انت تبي الحين يا طلم السلامه تبي تسالني وسالتني وقلت جاوبت انا يا طلم السلامه باللي انت تبي. ما ادري ايش اللي انت تبغى توصل يعني بالضبط. طيب عشان يعني نشوف الفكر حق ريان. هل عندك مبادرات بتقدمها في البرنامج؟ حاليا لا. طيب شو جاي؟ تقول بتقدم حاجات اقول حاليا لا، بس مع الايام القادمه باذن الله يعني زي ما تقول كيف نقدم اللي يرضي الله اول شيء، بعدين يرضي الجمهور. ايش اللي بالضبط؟ هذه شعارات بحال. هذه ايش؟ انت جاي تسوي شعارات، انا اسالك انت مفروض انسان يشتغل في برنامج يحط خطه له يجي يقول انا عندي مبادره حقت ذوي احتياجات الخاصه عندي كذا بنسوي مبادره مصاحف تنظيف مصاحف نسوي. طيب يعني تبي اعلم لك الحين؟ طيب انت ليش ما تخليها تشوفها على الهواء؟ طيب يبحى وما عندك بعوي. لا اسمع صلاة النبي انا يا طلم السلامه اذا في حاجه يا طلم السلامه ما بروح اقول لك يا عبد الله انا بسوي الناس تبي تسمعك شلون تصوت لك؟ لا لا خله ما بشرط يا طلم السلامه افهم انا الحين يا طلم السلامه اروح اقول يا متابعين انا تروني بسوي لكم في الايام الجايه كذا انا بسوي لكم لازم تقول انت لا 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 وما راح اقول انا يا طلم السلامه فعل على طول
اذا في حاجه بسويها فعل على طول، اما اني اروح اتمدح وبسوي وبفعل لا. تعال يا مخرج عطني كاميرا، تعال شوي، تعال بعد، تعال. معظم يحكون كذا تهم ما عندهم بعوي، يحكون في عنده صدق شيء يقوله يحكي فيه، هم سواليف اني انا بسوي وانت هذه تعال. والله انا شابينها شوب هذه يا حبيبي، سلمت شابينها شوب هذه السواليف، واني انا السواليف ذي كل الناس اللي يجيك يقول انا بسوي بافعل وبقدم وما شفنا منهم شيء. لكن اظن السلامة ايش الافضل لك انك يا عبد الله تروح وتقول انا بسوي وبفعل وبفعل؟ اي لازم تقول صل على النبي. انا اذا ما سويت، لو ما سويت، لو ما سويت عاتبك انت، ما اللي بيعاتبك انت؟ اذا ما سويت بيعاتبك الجمهور، صح ولا لا؟ طيب كذا انت خسرت جمهورك. لا ما خسرت، انا اظن السلامة بروح وبسوي وبفعل بحيث اني اظن السلامة المفروض انا بسألك سؤال. ايش؟ اسألك بالله، 3 شهور 90 يوم ما تقدر تسوي فيها شيء؟ بسوي حاجات ما تتوقعها، بس ما بلازم اتمدح بها قدام الناس. يا شباب انا ودي اسال الله العلي العظيم ان ريان يدخل برنامج عشان اشوف مهايط حق ريان، انكم تعرفون ان ما عنده مهايط. الله يسلمك. اي انا بس اسمع بيني انا اشوف واحد طيبة. لا واحد شخصيه مهايط صغير قدامي جالس بهايط وجاي انا ما هايط، انا ما قلت، قلت بتشوف اذا في فعل بتشوف. انت كنت استنى واستنى الهياط. عبد الله علمك ايش الهياط؟ الهياط يظن السلامة هي تروني بسوي كذا وبفعل كذا وبسوي لكم حاجه. انت الحين ايش جاي؟ انا ما قلت بسوي لكم، عندنا تسوي انك بتسوي اشياء كبيره، اذا في شيء بتشوفه بالكاميرا. انت تقول استنى وبتشوفوني في برنامج واسف ابشروا بالخير بشكل عام. لكن يعني اوعدك يا عبد الله تراني بفعل كذا وبروح اسوي للجمعيه الفلانيه كذا وبروح، لا، لان اذا ما سويتها ما اللي بيعاتبني، بيعتمد الجمهور يعني يقولون وين اللي تمدح. طيب يعني معناه وين الهياط؟ يعني انا يا طويل الشرح ما اقول اذا في شيء يعني معناها يا ريان يا حبيبي انك انت معظم اشيائك انت مسويها وتقول انا ما وعدت احد بشيء، هذا عرفناه منك. ممكن عادي، ممكن ممكن. طيب اجي ليش اصوت لك انا؟ ما انا قلت احد صوت يا تعال صوت لي. اجي ليش داخل برنامج؟ ليش جاي تكمله عدد؟ ممكن ممكن تكمله عدد والقبول من الله. ترى في طقم فناجيل عندنا وبيابات، منا محتاجين تكمله. يا سلام نكمل عدد، وش وراي؟ والله منا محتاجين تكمله عدد. خلاص خلينا نكمل عدد دامك محتاج. بشتري بعدد فنه. يا اخي ناس تقسم جاي تشارك في البرنامج. ايه ها؟ توسع جاي توسع صدرك. والله نحمد الله خاطري وجيع. ما عندك احد؟ ما عندي احد ايش؟ من اصدقائك معطيك وجه فنة؟ لا والله بشترك بقول قبول من الله. وانا اللي بمدح نفسي. والله ما حد معطيك وجه منه. لا تحلف. قسما قسما بالله شكلك فاضي انت مره. والله نحن فاضيين كل ابونا. يعني فاضي؟ يعني انت مشغول وجاي هنا؟ يعني مشغول، انا جاي هنا ادي عمل. وانا جاي اقدم مثل ما قدمت. يا انت مو مقدم. حني اضحك وانبسط. ايش والله كم ضيق خاطرك. يا اعداد في احد ارسل ريان شيء؟ ما احد يرسل لي ترى حليلي. ريان في احد في رساله جايتنا من اي مكان في الدنيا؟ ما حد معترف. اني اقول لك ما حد يرسل لي. ما حد معترف فيك؟ والله ما حد، حتى نبي رساله مسكاكه حتى ما حصلنا. والله شوف دور دور ترى ما في احد. ترى اللي يتابعوني انا واكثرهم ترى يرسلون واتساب ما يرسلون تويتر. لا اللي يتابعونك نايمين. قالوا منهم ايش تصحيهم الحين؟ نايمين ما في ما حد يعوفك بعيال حركهم، عيال حركهم نايمين الحين. لا والله ما ينهمون ترى. تصدق والله ما حصلت شيء ذك. يا الله بالدرجه هذه يا تصدق والله سلطان احسن منك. سلطان ما شاء الله جايته مساي واجد. يستاهل سلطان والله يستاهل. الله يوفقك. والله سلطان جايته مساي واجد. يستاهل والله. والله بيني وبينك ها؟ انت ومنك عندي شنطه زينه. والله عرفها شاريها من حاج بن قاسم. حلو. ها؟ بعدين سحاب. كويس من حوالي بن قاسم وسحاب. سحاب حلو فظيعه. اعطيك اياها. حلو. ها تجمع ملابسك. ايه اوكي ترجع لهبك. طيب معي شنطه تعب نفسك وتروح للحرج بن قاسم. انا معي شنطه يطلع السلامه باخذها من السوق على طول. انت شاي ملابس ومشخص وحركات وجاي يعني انك عجبت شخصيتي الحين يعني؟ ايه انت جاي يعني. كيف الثوب الابيض احسن من الكريمي صح؟ ايش؟ الثوب الابيض احسن من الكريمي صح؟ صح ولا لا؟ يعني هذا مستواك؟ مش دخل مستوي انا اعلمك الحين. يعني تقول مشخص هذه عقليتك.
انت اول ما فتح السؤال انا اقول لك مشخص بالله يا استاذ عبد الله انت هذه عقليتك بحيث اني اطلب السلام ما لابس ثوب يعني لابس يطلب السلام ما لابس بشكل عام وتقول لي جاي مشخص انا بعطيك شنطه دقيقه سؤال استاذ عبد الله طالع ايش اللي فيني شخصيه بس ما فيك قلم معي قلم انت ما فيك ثوب معك ثوب ايش الفرق ما فيك شيء انت بحال انا بس جالس ادور ميزه فيك ما حصلت اي ميزه احمد الله انسان طبيعي جدا صدق انسان متواضع ما 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 تميز بشيء ثاني انا مثل ما فيك اي ميزه اصلا ما في تميز مثلي مثل غيري ليش اتميز عن العرب عجب ايش الناس تصوت لك ما هو بلازم تصوت صل علي ما قلت تعالوا صوتوا ما قلت طيب يعطيكم العافيه ويان يقول مو لازم تصوتوني ما عجبتكم ما تصوتوا لي وان عجبتكم صوتوا لي يا سلام عليك هذا المطلوب هذا المطلوب والله هذا المطلوب صدق والله اي والله اذا عجبتكم صوتوا لي اذا ما عجبتكم لا تصوتوا ويان ابو حفه عمره 20 سنه جامعي وعدنا باشياء لو دخل برنامج بس يقول ما بيلتزم باي شيء مؤيد شفتوه سمعتوا اراءه سمعتوا اهدافه ان كان يستحق صوتوا له ان ما كان يستحق نعطيه الصابونه يعطيك العافيه حبيبي الله يطول عمرك جزاك تسلم مع السامح الله يعطيك العافيه شكرا لك شكرا اي خدمه لك يعطيك العافيه تشرفنا فيك والله جمهورنا حبيب عفونا اليوم كان ريان اخر واحد عشان ضيق الوقت وعشان الوقف وافتتاح الوقف اليوم اكتفينا بثلاث اشخاص نتمنى ان الفقره عجبتكم جمهورنا في الهاشتاج عندكم جميع الرسائل ارسلوا لنا ان عجبكم الشباب ارسلوهم ان شفتوهم كويسين تكلموا عنهم ان شفتوهم ما عجبكم قولوا نفس الشيء اللي حاب يوجه رسالتي عبر سناب انا اقرا الرسائل كلها وارد عليها واحد واحد موفقين ويعطيكم الف الف عافيه وتصبحون على خير وما زلنا مواصلين في برنامج لازم مع السلامه في غيابي وحضوري بصيد جميع جمهوري بالقيم فني وحبوري والثقة لازم لازم هولي هولي كاريزما في غيابي وحضوري بصيد جميع جمهوري بالقيم فني وحبوري والثقة لازم